الزمان اللي يسمونه زمان الطيبين، يوم الوفاء والصدق مبدأ عندهم مثل الصلاة، كانت مشاعرهم حقيقية وكانوا صادقين، ولا تغير صدقهم في فقر ولا في غنى، على البساطة والقلوب البيض كانوا عايشين، لهمهم هذا عطاه الله ولا ما عطاه، الوعد كلمة والعهد واحد ولا يرجع ثنين، صدق التعامل بينهم كنا من أحكام القضاء، الجار خو الطيب والمعروف حق الأقربين، لهمهم في الرجل كم يملك ولا وش مستاه، الضيف طرق يكرمونه مثل كل المسلمين، يقلط على الموجود ما يفرق فطوره عن غداه، الدين واحد عندهم ما فيه غير الدين، دين مصدرهم القرآن والسنة على هدي الإله، بعد العبادة عندهم يا كبر حق الوالدين، عاشوا على مبدأ صعيب الرجل يعصم الرباه، هذاك يوم كنا سوا متآلفين وآمنين، في مجتمع صافي على النية وواضح مبتغاه، وشلون نرجع طيبين ونصير مثل الأولين، هذا سؤال يحزن اللي يكتبه واللي قراه، اليوم حنا في زمان الكذب والمتلونين، ولا عاد نعرف وش صواب الرجل منهم من خطاه، صار الوعد كذبه ولا نعرف على وين ومنين، والغش والتزييف صارت من تفاصيل الحياة، والضيف يعزم للمنافق لها أمام الحاضرين، ويصورون أهلال ذاهم في الصحيفة والقناة، والجار ما يدري بجاره لو سكن جنبه سنين، ينزل ويرحل لا وصل بيته ولا عنده دعاه.